فيديو اخر نتعرف فيه على بعض المواقف في مواقف اليهوديين. انا بالساده المشاهدين يعرفوا اللي النسبه نتاع الاسرائيليين ما همش كلهم معناها يتبعوا فيهم اليهود يتبعوا فيهم. والكلام اللي قلته انا توا نتاع 20 سنه اقصى تقديره معناها العدد نتاع الفلسطينيين مش يكون اكثر، راه مش كلامي انا، انا عملته هذا خرجته في معناها تقرير صحفي في 2015 2016 في مجله لوداس. هاو هذا جاك كاتالي معناها معروف معناها مفكر وسياسي ومقتصد، هذا شد خمسة مناسبات معناها مستشار رئيس الجمهوريه نتاع فرنسا. اسمع شوف وش يقول، شوف وش يقول. تفضل. اترم جو نسي با سي سي دومان او دون 20 ans les Palestiniens vont dire, et les États arabes avec eux, vous ne voulez pas d'un État palestinien ? Pas de problème, nous non plus, on n'en veut pas. On veut un seul État. L'État d'Israël nous convient très bien. Mais la seule chose, c'est qu'on veut être des citoyens pleins et entiers. Alors là, Israël va se trouver exactement dans la situation de la France en Algérie, empêtré dans le fait de savoir s'il y a des citoyens de deux catégories, qui ont le droit de vote, pas le droit de vote, de collège, pas de collège. Et si ils n'acceptent pas d'avoir un collège unique, Israël sera ressenti comme l'Afrique du Sud, avec toutes les menaces et les réalisations de boycott, et progressivement comme en Afrique du Sud. L'apartheid de fait qui sera manifesté dans cet État unique tombera et Israël deviendra un État de la région avec un gouvernement qui sera entre les mains naturellement, démocratiquement de la majorité de ses habitants, qui ne sera plus une majorité juive. Donc d'un point de vue juif et sioniste, je me place du point de vue des Israéliens d'aujourd'hui, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas israélien, je pense que le pays qui a le plus intérêt à la création d'un État palestinien, c'est Israël. C'est Israël. Et je pense que le refus de la création, qui va entraîner dans une génération prochaine de Palestiniens le fait de dire la Palestine, c'est Israël, un seul État viendra. إذن هذا جاك أتالي، هذه شهادة اللي جاك أتالي. إذن ثم بعض الشهادات الأخرى سي هشام كان نذكر البعض منها والمخرج يتبعني شوية. ثم المحلل العسكري في القناة العبرية الثانية روني دانيال يقول أنا غير مطمئن أن أولادي سيكونوا لهم مستقبل في هذه الدولة ولا أظن أنهم سيبقون في هذه البلاد. رئيس جهاز الشباك السابق كارمي جيلو يقول أن استمرار السياسات المتطرفة ضد المسجد الأقصى ستقود إلى حرب ضد يأجوج وماجوج ضد الشعب اليهودي وستقود إلى خراب إسرائيل. بعض الشهادات الأخرى، نأخذ مثال الشهادة الأخيرة جهاز موساد نحن على أبواب كارثة إنه ظلام ما قبل الهاوية. نعم، إذن عديد الشهادات نشوفوهم تباعا، هي عدد من الشهادات اليهود اللي هم غير مطمئنين لمستقبل الصهاينة في فلسطين المحتلة ويعبروا عن التخوف نتاعهم، خاصة بعد المقاومة الشرسة اللي أبداها الشعب الفلسطيني سواء كان في الداخل أو سواء كان في أراضي الشتات. نرجع معك سيد العميد، إذن هذه الشهادات ربما تؤكد التمشي اللي كنت تحكي عليه. احنا هذا شو يلخص؟ يلخص اللي معناها اليهود مش موافقين السلوكيات نتاع الساسه في اسرائيل المحتله. معناها الاعتداء والعنف هذايا واليمين المتطرف اللي قاعد يحكم عنده مده في اسرائيل، معناها هذا معناها حتى اليهود بيدهم في العالم ما مش قابلين به. وهنا طب شو نشوفوا فما مقطع فيديو قصير. نعم، معناها اليهود في الشارع عاملين مسيره وهزين العالم تاع فلسطين ضد اسرائيل وموافقين وانا داعمين ضد الممارسات الصهيونيه اللي لا لا حتى التحرير يحبوا اليهود تخرج من غادي، يحبوا فلسطين ترجع للماليه واليهود تخرج من غادي. نشوفوا هذه يقولوها بصراحه العباره. نعم، هذيك Thank you.
إذن هذم يهود في لندن تقريبا في بريطانيا ما دونك محتجين على تواجد على الوجود الإسرائيلي بكله معنا في هذه حقيقة اللي ماهوش اليهود الكل موافقين معناها احتلال الأراضي الفلسطينية الأفعال وهنا معناها نرجعوا للسطوة نتاع الصهيونية العالمية اللي تحب تبين العالم اللي اليهود الصهاينة مش صحيح النسبة نتاع الصهاينة في اليهود نسبة ضئيلة جدا لكن هي فعلة اللي عندها الإمكانيات المادية وفعلة اللي أنها مسيطرة على السياسيين لعلمك الولايات المتحدة الأمريكية معناها الرئيس قلت لك الأخراني معناها إيزنهاور اللي هو ضغط اللي بعده هو ما نجمش اللي بعده هو بوش الأب حين ما عمل بعد معناها عمل الحرب نتاع العراق معناها قعد معناها يشوف بعين كبيرة للبلدان العربية اللي ساهمت في ضرب العراق وذي نذكره اللي ضرب العراق صار من طرف العديد من البلدان العربية منهم مصر منهم سوريا منهم السعودية فهمني ولا معناها فما بلدان أخرى فتحت المجال نتاعها كيما الأردن مش تعدت مش الضربات تعدات مش نفهم وإحنا المصيبة نتاع البلدان العربية هي بلدان عربية كيما ليبيا حتى ليبيا هكا معناها الجامعة العربية أذنت معناها سمحت بالعملية باش نحن نفهم موقفنا وين واحنا وين مصلحتنا وين المهم في هذايا آخر رئيس معناها جورج بوش الأب معناها شاف بالباهي كي جاوا جات معناها الاحتلال الإسرائيلي قالوا هات أعطينا الدعم باش نعمل مستوطنات قال لهم لا ما نعطيكمش قاعد يشوف قال مش معقول معناها بلدان عربية مازالوا يضربوا مازالوا كيخرجوا معانا وكذا وانا نعطي فلوس لكذا قال ما نعطيكمش عملوا له منعوه باش يتعدى في دورة ثانية وقت اللي جاء باش ترشح لدورة ثانية قالوا لا ما مشاش مليح في الاقتصاد هو مش صحيح الموضوع مش صحيح وتعدى بيل كلينتون ابنه بوش الاب الابن خذا درس حين ما صارت الضربة تاع 11 سبتمبر وجاوا جابوا له تقارير قالوا له راهو اسرائيليين ينقزوا فوق السيارات من اجهزة الاستخبارات راهم شادينهم فرحين العملية نتاع تحب الزوج الابراج تفضوا سكت لا والله زاد عين وزير دفاع ومسؤول على الامن القومي زوز معناها مش يهود صهاينه متبنين الفكر الصهيوني معناها كيعاود المده الثانيه تعدى باش نفهموا احنا السياسه تو في الولايات المتحده الامريكيه عارفين اللي هو يطفي الضوء على الاخطاء ويشكر معناها الاسرائيل هذاك اموره باهيه واللي اللي ما يعملش هكاك يمشي في السقي هو هذا يقول لك ما فيش انه ثم تحولات ربما من تحولات في السنين الجايه ان شاء الله فما تغييرات كبيره.